عيالنا السلام عليكم، حياكم الله في برنامجكم عيالنا. حييكم من القرية التراثية، ويسعدنا نقدم اليوم لكم حلقة من الحلقات مال الزمن الأول، أيام الأول، أيام الطيبين، أيام ما كانوا يتعبون. ما كانت الحياة عندهم مثل الحياة اللي احنا عايشينها، لكن الحمد لله عندهم الصحة، عندهم العافية، عندهم التعاون. هل كانوا عايشين مثل ما احنا عايشين الحين؟ تعالوا نلقي الضوء على شيء مهم في حياتهم، وإن شاء الله تستفيدوا من هالحلقة. من أول ما يأذن الفجر الرجال طبعاً يلسون يتوضون يروحون يصلون صلاة الفجر. النسوان ما يرقدون لوقت متأخر، من قومة الرجال رايح المسجد، وما كذلك يقومون علشان يسوون القهوة. يصلون الرجال في المسجد صلاة الفجر ويجون يهللون ويسبحون لين يوصلون البيت. في هالوقت هذه وهو يمشون في الطرقات هذه في الفريج من دعوس ودعوس، تسمع دق القهوة. من اللي يدق القهوة؟ الحريم اللي بيسوون القهوة. والقهوة هي عبارة عن قهوة خضراء، قهوة خضراء سميها قهوانية. والقهوة هذه تين من أثيوبيا، من سيلان، تين حتى من البرازيل الحين. القهوة هذه خضراء نية، يقومون يحطونه في وين؟ في مكان اللي يقولون فيه المقلة هذه، وتحته طبعا ضوء، ويقلبون هيقلبون هيقلبون هيقلبونها إلين تصير يا أما بنية فاتحة، يا أما يذبونها بنية غامجة، يا أما يخلونها مايلة للسواد أكثر. بصير بهالطريقة هذه، هذه القهوة لما كانت تصير عقب ما حمسناها وما حمصناها يعني. الحين ما يأكلون شيء طبعا. القهوة هذه يحطونها في الهاون، هذا الهاون يحطون شوية ويدقونها عشان ينعمونها. وتسمع الرجال هم راجعين من المسجد ويسمعون أنغام حق الهاون. هاي هاون وهذه يد الهاون، ما كانت عندهم مطحن أول يطحنون فيه، كان عندهم الهاون. لما القهوة هذه تنطحن بتصير بالطريقة هذه، شايفينها؟ بتصير القهوة كذي ناعمة. يقومون يحطونها في وين؟ يحطونها في الدلة، يحطونها في الدلة. والدلة طبعا فيه ماي، ويحطون الدلة على الضوء على اللي يمر وتطبخ. سهلة تسويتها، سهلة. طبخت الحين على الفترة بتحسون بالطيش أو شيء، يرفعونها شوية عشان ما تطيش، الطيش يعني يطلع الزباد ماله، وبعدين يشيلونها ويصبونها في دلة ثانية. هذه يسمونها الدلة مات التلقيم، ويحطونها في دلة ثانية تصير صافية. وفي عندهم يحطون بعد دلة ثانية على الضوء بس ماي يغلي، يكون طول اليوم ممكن هم يشربون من هالقهوة هذه. عرفنا الحين القهوة لما طبخت عشان يحطون فيه بعد شيء ثاني، يحطون فيه الهيل. الهيل هذه بعد يدقونه، ولين دقونه عموه حطوا شوية في الدلة على القهوة. بعد في شيء اسمه المسمار، المسمار هذه المسمار
هاي المسمار حتى احنا وايد نصح اللي الحين يستعملونه، اللي واحد ضرس يعور ولا شيء يألمه يحط المسمار تحت ضرسه شويه ويخف الالم، يخفف الالم. هاي المسمار بعد يدقونه وبعدين يحطون بعد منه شويه بعد على القهوه. بعد شيء ثاني، سمعتوا عن الزعفران؟ زعفران، هذه الزعفران عيالي يحطون منه بس شويه اصفر يعطي القهوه صفار، يحطونه بعد على القهوه. وبعدين تبرز القهوه وهمون يصبونها بالفنجان، وقبل لا يصبونها طبعا بياكلون تمر. تمر لازم شيء حلو، احد طبعا تمر وحلبه وشغلات وغيره. هذه التمر طبعا يحلون به وبعدين يشربون القهوه. بعد القطره بعد القطرة وغسل جبنك وطلب عشرة ندري ودك تطلب زوم. بعد التمر اشرب قهوة، بعد الحلوى اشرب قهوة، بعد التمر اشرب قهوة، بعد الحلوى اشرب قهوة، اشرب قهوة، اشرب قهوة، اشرب قهوة، اشرب قهوة، وإن ما يكفيك، إن ما يكفيك نعطيك هالفنجان العود. ارشف قطرة بعد القطرة، ارشف قطرة بعد القطرة، وغسل جبنك وطلب عشرة ندري وإنك تطلب زوم. القهوة هذه تزرع زراعة. كانت في أثيوبية راعي غنم يرعي غنم ماله، ويابهم إلى مرعى جديد. المرعى فيه حشيش أعشاب ومرشده وحبوب، وكانوا الغنم يأكلون من هذا المرعى. شاف عقب ما كلوا الراعي شاف غنم ماله، الغنم ماله يرسين ينقزون مستانسين فرحانين زاد نشاطهم. يوم الغنم مالي اليوم أكيد في سر. رجع يشوف اللي كلوه، قام وخذ الحبوب الموجودة الموجودة في الزراعة وخذها وحط نقعها في ماي فترة طويلة، صار يشرب منه مر. طبعا هي القهوة اسمها مرة، بس الناس يحطوا بساعة معها شكر وغيره، سوينا اللي في تركش كوفي اللي مدية بشكر وفول يعني هاللون. فلكن طعمها ولا شوفه فعلا طعمها يعني مره لكن لذيذه. عقب فتره قام خذها وطبخها بدون قلاي، شاف طعمها بعد احسن وشاف روحها فعلا نشيط. قام وقلاها مثل ما قلينا الحين وطبخها، شاف لا طبعا لا نحوش تعطي حيويه. هذه اكتشاف القهوه. زين القهوه هذه لها اصول، لها سنع، شلون نقدم القهوة حق الناس؟ القهوة يقول لك أربعة فنايل، أربعة فنايل. الفنيان الأول نسميه الهيف، الفنيان الأول نسميه الهيف. شلون الهيف يعني؟ خلني أقول لكم، خذوا معلومات لكم وحق الكبار وياكم. لما يجي واحد حق رئيس قبيلة ولا حق ناس داش عليهم في مجلس، يقوم راعي المجلس يقول هاتوا القهوة. اللي جاي الزاير اذا في شيء بينه وبين راعي البيت والله بينه وبين عداوه بينهم ولا شيء، يقوم راعي البيت هو اللي يشرب الفنيال الاول، يسمونه هذه الهيف عشان يطمئن اللي داخل البيت انه فعلا هذه ما يبي يضره. يصبون الفنيال الثاني يسمونه الكيف، الكيف يقوم يشرب الفنجال هذه بعد الضيف يشربه. في قبل الكيف في بعد فنجال ثاني وعقب اسم الكيف الثالث اللي كيف. الفنجال الرابع هو أخطر فنجال، مو دائما يشرب الضيف. ليش أخطر فنجال؟ إذا شرب الفنجال الرابع عبارة أنه هو مستعد أنه يوقف مع هذه الاستضافة في الخير وفي الشر ويدافع عنه حتى بالسيف.
فلذلك يقول أنا ما أجبر نفسي إن أوقف معاه في السراء والضراء والله أدافع عنه في السير، فما يشرب هذا الفنجان. هذه قوانين القهوة. زين، أنت جيت مثلا ميلس ولا صاحب الميلس، شوفوا شوفوا الدلة هذه، الحاط مني الفنجان، خليني احط حط الفنجان كذي او كذي، وقف على الله. ايه دخلت انت الميلس ولا شوف الميلس في دله ومحطوط الفنجان كذي، ما حد في الميلس، بس الاول يشون الميالس يشون خيام مال البدو وغيره، هذه للضيافه، يشوف في تمر يشوف في دله، يشرب القهوه وياكل التمر لكن ما يقعد، يطلع. ليش يطلع؟ هذه دليل ان راعي البيت مو موجود، فانت كرجل ما يصح انك تدخل وتبات. هذه واحده. نرجع حين الاداب صب القهوه. اللي بيمسك الدله بيمسكها باليد اليسار وبيصب وبيناول باليد اليمين. اول ما يدخل الميله الصباب القهوه يسمونه المقهوي، يبدا يصب من الصوب اليمين او يدخل راسا الى من؟ الى صاحب الميلس او الى الضيف ويقهوي قبله. وما يصير انك ما تعطي الفنجال الى صباب القهوه، ما يصير تحط الفنجال شي على كيفك. عيالي ما عليه، خلينا نكمل لكم عقب ما ناخذ هذه الفقره ونرجع لكم مره ثانيه. اعذرني ما اقدر اصافح يدينك يا سيد الرفجان، اعذرني ما اقدر اصافح يدينك يا سيد الرفجان، يديني مشغوله اليسرى للدله واليمن للفنجان، يديني مشغوله اليسرى للدلة واليمن للفنجان. تطبخ القهوة، القهوة في الدلة، في دلة الرسلة. نرد حق أصول صب القهوة. قلنا أن اللي صب القهوة يا أما يبدأ باليمين، هذه سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، أو أنه يروح رأساً حق الضيف ويعطيه، أو يروح حق صاحب الميلس وصاحب الميلس يقول له يقدم الضيف. وإذا واحد ما بقى قهوة يسوي يحرك الفنجان أنه ما يبقى، خلاص ما يبقى. إنزين، حين أنت تصب القهوة يجب على صباب القهوة المقهوي ما يخطر واحد، يعني واحد يوم واحد يعطيه 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 هاللون، حتى لو كان ولد صغير جالس بينهم يقدم له، إذا قال الطفل أو الولد ما أبقي يروح حق الثاني، عيب إنه يخاطره يعني يطوفه. زين، الحين لو يجينا مثلا نروح ميلس شيوخ مثلا، تسمع الشيخ هو اللي يأمر بالقهوة يقول لك هوا، يقوم الثاني صوت اق هوا، اللي من يقول اق هوا، يسمعون من؟ يسمعون المقهوة يقول ذاك سم، يلا يعني سم جايك إن شاء الله، ياخذ القهوه ويجي مع واحد اللي هو يجمع الفنايل وراه وراسا يصب القهوه. زين، القهوه لها اصول ولها تقاليد نحافظ عليها، علشان احنا بلدنا عربيه ومشهورين بالقهوه، حتى ان بقول لكم تصدقون ان في الامارات في العين عندهم معهد او مدرسه يعلمون اصول او سنع صب القهوه العربيه. فهذه احنا لازم نتعود على اشياءنا القديمه هذه. وطبعا مثل ما قلنا ان ياكلون مع القهوه دائما التمر. انا بقول لك طريقه شلون تقدر تضيف انت صديقك او انت تضيفين صديقتك بالتمر مثلا. هذه التمر اللي عندنا بسهوله احنا نقدر نعبطه ونشيل منه الطعام مثلا ونحط عليه مكسرات بسيطه ونقدمه مدور مدور مدور، حلو اوسع. فممكن احنا نكرم الناس فيه.
عيالي تعرفون النواه اللي موسم الطعام اللي في التمر هذه، هذه يلعبون حتى بناتنا يسمونها في الخبصه ساعات كذي، فيلعبون لعبه الخبصه. تعرفون لعبه الخبصه؟ ايش رايكم نشوف؟ تدرون عيالي، الأول في كثير من الخرافات منتشرة وإحنا نقولها ونسويها طبعاً بحسن نية، ولا عرفنا هذه الأشياء والحقائق اللي عقب فترة. القمر لما يصير كسوف قط قطة، إحنا نقول أوه ترى الحوتة هي اللي كلته، ولازم إحنا نشرد الحوتة عشان ما تأكل القمر. شو نسوي؟ نطلع في الفرجان وعندنا هواء ونطق يعني يا بل فيت نحن بنخرعها عشان تهد القمر وتطلع. طبعا هذه حقيقة صارت علمية، تكون حقيقة علمية لما تكون القمر بين الأرض وبين الشمس وتكون يعني دشوا على تو الجوجل بتعرفون حقيقة كاملة والتفصيل. فإحنا كنا مع الخرافات هذه، لكن مع الزمن ومع التعليم ومع الثقافة قدرنا نعرف أشياء كثيرة. إحنا تعمدنا نسوي حلقة بس عن القهوة، لأن هي أصل العرب شو كانوا أول يسوون القهوة والسنع، لأن كثير منكم عيالي لما يصبون القهوة عبالهم شيء بسيط، لا نتبع القوانين هذه. بارك الله فيكم، هذه كانت آخر فقرة عندنا في حلقتنا اليوم. أتمنى أنكم استفادتوا، ألقاكم إن شاء الله مرة ثانية في حلقة ثانية. إلى اللقاء ومع السلامة.